منذ الصغر ونحن نصغي بتمعن لما يتردد على مسامعنا أن هناك منطقة تقع في قلب الكرة الأرضية تمتاز بخصائص فريدة يجمع سكانها مصير واحد، لأن التاريخ الذي جمعهم كان واحدا. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، همزة الوصل بين شرايين العالم، مجمع الحضارات، مهد لغة الضاد، تلتقي دولها مرة أخرى بصبغة جديدة، يحملون همًا واحدًا، هم تطوير بحوث الإدارة العامة لخدمة أوطاننا. حوار عربي أوروبي بالتحديد حوار يورومينا ينطلق من سلطنة عمان هذا العام ليضيف روحًا جديدة، روحًا عربية أصيلة شاملة في أكبر تجمع عربي أوروبي في مجال الإدارة العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية سعياً لتحقيق النماء والاستدامة. منذ عام 2008 للميلاد، منذ بدأ حوار يورومينا على يد مؤسسيه الأوائل، ودول الشرق الأوسط توجه أنظارها لهم طامعة في الاستزادة من تجربتهم المميزة، إلى أن جاءت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا بار لتعلن أن الأنظار ستتجه إلينا في عملية تشبيك واسعة بتنظيم من معهدي الإدارة العامة في مملكة البحرين وسلطنة عمان، لتنطلق الدورة الثامنة من هنا من قلب الخليج النابض. بحوث الإدارة العامة أخذت منحاً آخر في الشرق الأوسط، جمعت أضداد اللغات والأفكار نحو هدف واحد، هدف الارتقاء بالشعوب لمستقبل أكثر إشراقاً.